تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعمل شوربه خفيفه كده ومكوناتها بسيطه. والجو البرد اللي انتم شايفينه دوت، يعني الدنيا كانت بتمطر النهارده. الشوربه مقاديرها بسيطه قوي، هي عباره عن شوربه جزر، شوربه جزر وبطاطس وحته فرخه كده. اول حاجه عندي 3 ارباع كيلو من الجزر، 3 ارباع كيلو من الجزر، وعندنا كمان متقطع مكعبات، وعندنا بصلتين مفرومين، واتنين بطاطس برضو متقطعين مكعبات صغيرة، وعندي كمان عودين كرفس، ومعلقة واحدة من الزبدة، ورشة بهارات، ولتر مرق خالي دسم، وهقول لكم كل مرة بنعمله ازاي، وصدر فرخة مسلوق، وعلبتين من الزبادي اللايت او الزبادي اللي هي قليلة السعرات الحرارية، ومعلقة واحدة من النشا. تاني 3 ارباع كيلو من الجزر متقطع مكعبات، وبطاطسين كبار متقطعين مكعبات، وبصلتين كبار، وعندنا كمان عودين او عرقين من الكرفس، ومعلقه واحده من الزبده، ورشه بهارات، ولتر مرقه، وكمان عندي علبتين زبادي لايت، ومعلقه كورن فلاور او نشا. القصه بقى في الشوربه دي ان احنا هنغرفها بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان احنا نخليها مكعبات زي ما هي كده عشان نحس بطعمها واحنا بناكلها، او نعملها سوفت يعني ناعمه كده نضربها بالهاند بلندر بعد ما تستوي. تعالوا معانا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب بس سباتولا كده، وناخد اول حاجه معلقه الزبده، احنا قلنا معلقه من الزبده بس، طبعا عشان الكازونه بتاعتي او الحله سخنه، فانا هحط البصل الاول، لان انا لو حطيت الزبده الاول هتتحرق معايا. معلقه زبده، وحطينا عليها البصل. الزبده عاده عشان فيها نسبه من اللبن، فلو حطيناها على النار مباشره هتتحرق. ازيك يا دكتور؟ ازيك شيف يسري. دكتور عايزين نتكلم اول حاجه كده، ايه هي المشاكل المتعارف عليها اللي بتقابل اي حد بيعمل رجيم؟ مشاكل يعني مثلا في مشاكل كده معروفه في الاساس بتقابل الناس وهم بيعملوا رجيم، عايزين نتكلم ونقول هي المشاكل دي وازاي نقدر نتلاشاها. هو طبعا يعني اي حد بيعمل رجيم حاجة من الاتنين، يا إما بيقدر يكمل ويحقق هدفه ويوصل لوزنه المثالي، يا إما هو يعني بيفشل وبتكون لأسباب معينة، يعني سواء داخ سواء صدع سواء عنده هبوط، مشواره طويل شوية في الدايت أو في الرحلة العلاجية فما قدرش يستمر للنهاية، جات له مشكلة معينة صحية، شعره بدأ يقع، ضفره بتتكسر، هالات سودا بدأت تظهر عنده، حاجات كتير جدا ممكن تخليه ما يستمرش في رحلة الرجيم وفي مشواره للوصول للهدف، ودي يمكن العوائق أو الحاجات اللي هي بتعطله يعني. فده موضوع حلقتنا، احنا ازاي نقدر نتغلب على الحاجات دي، ويمكن حتى الناس اللي ممكن تشاركنا باتصالاتها اللي هتكون عندها كمان قصص مختلفة، لأن كمان في حالات مرضية، في ناس عندها سكر فبالتالي بيجي لها هبوط في السكر، ما بتقدرش تكمل، ما بتقدرش تنظم اكلها مع الـ مع الـ مع الرجيم، او ما بتقدرش تعمل دايت مع السكر. في ناس كمان عندها ضغط منخفض، بيبدا ضغطها يوطى جدا مع الدايت، فعشان كده ما بتقدرش تكمل، بيجي لها هبوط حاد في الدوره الدمويه. حاجات كتير جدا سواء حالات مرضيه او عوائق او مضاعفات بتظهر مع اتباع الرجيمات الغلط، وده اللي احنا عايزين نرصده عشان كده نقدر نقول ايه هي المشاكل دي ونقدر نتغلب عليها عشان نقدر نكمل مشوارنا ورحلتنا مع الدايت. ويمكن يعني كل واحد فينا عنده يعني بيكون عنده دافع او بيكون عنده يعني الحميه يبدا يخش في دايت ويبدا يشتغل، ولكن ما بيبقاش عنده كمان النفس الطويل. طيب دكتور احنا هناخد معانا اول اتصال معانا استاذه صفاء. ايه ده؟ طيب حاولي تكلمينا تاني يا استاذه صفاء، واحنا منتظرين تليفونك. تقريبا الخط قطع، مش عارف بقى من عندنا ولا من عندكم، بس المهم حاولي تكلمينا تاني واحنا منتظرين تليفون. اتفضل يا دكتور.